تختلف اتجاهات المستهلكين في عملية التسوق بين أسواق الحي الصغيرة والمراكز التجارية الكبرى، ولكن جميعها تعتبر تجارب محركة للسوق وتسهم في انتعاشه وتلبي احتياجات كل أسرة. بالمقابل، العروض الترويجية وجودة المنتج عوامل تأثر بشكل مباشر على قرار الشراء واختيار المكان. تساؤلات عديدة حول رحلة المستهلك للتسوق، وكيف يمكنه مقارنة الأسعار واختيار المنتج، وكيف ترسم المتاجر خطط مبيعاتها للمنتجات المحلية والمستوردة، وإيش هي القوانين اللي تنظم العروض الترويجية. فريق أما بعد ناقش هذه التساؤلات مع عدد من المختصين والمهتمين. أهلا بكم وأما بعد. المستهلك هو عنصر أساسي لنهوض الاقتصاد ودعم الصناعات الوطنية، ومسألة التأثير أو اختيار المستهلك للسلع دون شك له تأثير كبير. وعلى سبيل المثال، الآن عند اتجاه أي مستهلك للتسوق يجد العديد من الأصناف من السلع والتي تحمل أسعار مختلفة، والبعض منها يحمل أسعار منخفضة جدا مقارنة بغيرها، وعند اختيار لتلك السلع التي قد يتم تسويقها بأسعار تنخفض أو تقل عن قيمة الكلفة الفعلية. فلذلك اختيار المستهلك عندما يتجه للسلع التي هي قد تسوق بهذا الشكل وتتبع سياسة الإغراق، والهدف الأساسي الذي ينطوي تحت هذه السياسة هي إزاحة المنافسين والصناعات الوطنية والمنتج الوطني بشكل خاص، وبعد ذلك السيطرة على سياسة السوق وعلى سياسة الأسعار بشكل عام، وتهيمن بشكل كبير على التحكم في كل احتياجات البلد. حماية المستهلك وبالتعاون والتكامل مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى الموجودة في السلطنة والتي تهتم بمتابعة الأسعار وتوفرها والتأكد من جودتها وضمان استخدامها، تقوم هيئة حماية المستهلك بأدوار رقابية مهمة في هذا الجانب، حيث أنها دائما تكون في التنسيق في الشأن الداخلي مع المؤسسات الحكومية المعتمدة كوزارة الزراعة ممثلة بمركز سلامة الغذاء، وأيضا وزارة التجارة، وفي الشأن الخارجي والإقليمي مع دول مجلس التعاون والدول العربية والمنظمات المختلفة، من أجل ضمان جودة هذه السلع وأنها صالحة للاستعمال وأنها تعتمد على المواصفات والمقاييس المعتمد بها داخليا وخارجيا. من الطبيعي أي متجر اللي هو يوفر المنتجات الاستهلاكية للمستهلكين يكون عنده آلية معينة لتوفير المنتجات للزبائن، من حيث الجودة، سلامة الأغذية، طريقة استلام المنتج من المورد، من السيارة، من المركب السيارة اللي جاي فيها، حرارة المنتجات، تاريخ الانتهاء، جودة المنتج حسب المواد الغذائية، المواد غير غذائية، من حيث المنتج يكون كماله، ما في أي كسور، ما في أي غلط فيها. اختيار المستهلك للسلعة له آثار إيجابية وسلبية في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، عندما يتجه المستهلك لأخذ أو التسوق أو اقتناء سلع هي وطنية، قد يعود بالنفع في العديد من الجوانب، منها يعني تدفق الأموال في السوق محليا، ومنها تعدد الصناعات ودعم الصناعات الوطنية للحصول على حصة أكبر في السوق. التأثير هو يعني متعدد الأوجه، ولكن بشكل خاص يكون عندما يتجه أي مستهلك لاقتناء أي من المنتجات يجد العديد من المنتجات التي تحمل أسعار مختلفة ويتم عرضها بأسعار مختلفة، وخاصة المنتجات التي يتم تسويقها بأسعار أقل من قيمتها الفعلية.
بمعنى هي تهدف إلى إزاحة منافسين وبشكل خاص الصناعات الوطنية، وبعد ذلك السيطرة والهيمنة على السوق والتحكم في الأسعار، ويتحول الانخفاض إلى ارتفاع حاد في الأسعار دون أي مبررات، باعتبار أنه لا يوجد منافسين في السوق المحلي، وهذا أيضا يقع من ضمن الأضرار لاختيار وعدم دعم الصناعات الوطنية. من الطبيعي أن تتفاوت الأسعار وأن تتفاوت الخدمات التي تقدم من محل إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى، لأن السوق مثل ما نعرف السوق عالم متحرك يحكمه العرض والطلب، فبالتالي هناك أيضا تكلفة تشغيلية للتاجر، هناك أيضا التزامات أخرى للتجار بشكل عام، فبالتالي تفاوت الأسعار أمر صحي جدا يجعل أو يعطي للمستهلك خيار في أنه يتجه إلى سلعة ما أو إلى خدمة ما، وبالتالي يكون هناك أسعار تنافسية ما بين التجار أنفسهم. اختلاف الأسعار في الأسواق أمر طبيعي جدا، لأن التكلفة التشغيلية والاعتبارات الأخرى المتعلقة بالتوظيف والمتعلقة بالكميات والمتعلقة بالأنواع والمتعلقة بالخيارات هي التي تحكم هذه الأسعار، فمن الطبيعي أن تتفاوت الأسعار، ومن الطبيعي أن يجد المستهلك الوقت المناسب والكافي للاختيار ما بين سلعة وسلعة وما بين سعر وسعر. والعرب قالوا قديما لو الاختلاف الأذواق نبارة السلع، فبالتالي السلع والأسعار مرتبطة أيضا بكمية العرض والطلب وكميات العروض التي تصاحب أحيانا بعض المناسبات، فهذا الأمر صحي وهو تحت المراقبة وتحت المتابعة، ويتم فيه التنسيق دائما بين أطراف المعادلة سواء كان ما حماية المستهلك أو المزود والتاجر وحتى المستهلك. في حال رصد أي مبالغة في هذه الأسعار جميع القنوات موجودة، جميع القنوات متاحة، ويجري التحقق من كل هذه البلاغات أو من هذه الملاحظات، ويتم وضع حلول لها بحيث يكون السوق يسوده روح المنافسة والاستقرار بشكل عام. حسب دراسة نشرتها ماكنزي، يستخدم غالبية المستهلكين في الوقت الحالي على الأقل 3 وسائل تواصل وتسوق مختلفة عند البحث عن المنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء، مثل المتاجر التقليدية أو التطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل. وحسب الدراسة 75% من المستهلكين يحبوا أن تجربة تسوقهم تكون أكثر سهولة، في حين عبر 25% فقط من المستهلكين عن رضاهم بتجربة التسوق اللي يقدمها تجار التجزئة. الخطوة الأولى اللي ممكن تتبعها الأسرة إنها تحلل نفقاتها، يعني حصر المصروفات خلينا نقول لمدة شهر، يشوفوا إيش هي الأمور اللي إحنا نصرف عليها كثير، إيش هي الأمور اللي ممكن نتخلص منها، وأيضاً نحصل أرقام صحيحة ممكن نستخدمها في الميزانية الشهرية. رب الأسرة لما يطلب راشن للبيت عادة لما يطلب يأخذ 30 أو 20 قطعة، فهو دائماً يدور على أفضل سعر، وكذلك نفس الوقت يبحث عن الجودة. فنحن في التطبيق على سبيل المثال ويش نسوي عشان نجذب هذه الزبائن؟ بنسوي عرض مع المتاجر نتفق معاهم، فبيكون مثلا لما يطلب هذا من هذا المتجر يحصل توفير او عرض خصم 5 ريال. فكذا وش اللي بيصير اصلا؟ فبيشوف رب الاسرة انه جالس يسيب او جالس يوفر المال، فيطلب بدال 30 قطعة يطلب 32 35، فكذا بيزيد اصلا كمتجر، يزيد السيلز ماله ويزيد المبيعات عنده، وكذلك هو وفر هذا المبلغ وصاحب المتجر وكذلك المستهلك، الاثنين سعيدين جدا. العروض الترويجية هي ممارسة تقوم بها المحلات التجارية من أجل استغلال المواسم التي يتهافت الناس فيها للتسوق، وهي معمول بها في كل أنحاء العالم، سواء في مناسبة الأجازات أو الأعياد أو المواسم الشتوية أو الصيفية أو الرحلات وإلى آخره. في عمان حالها حال أي مكان من هذا العالم، تخضع العروض الترويجية إلى عدة ضوابط تتعلق في الحصول على تصريح، تتعلق في الشراكة مع وزارة التجارة أيضا في تقديم الطلب إلكترونيا ومن ثم دفع الرسوم، وأحيانا تكون بعد التوجيهات الأخيرة أنها معفية من الرسوم، ويكون هنالك كشوفات بالأسعار ما قبل هذه العروض وأثناء العروض وبعد العروض،
دور حماية المستهلك هو التأكد من صدق هذه العروض ومتابعة تنفيذها في الأسواق بشكل يخدم المستهلك. لذلك العروض الترويجية هي أمر مناسب وأمر متاح يخدم المستهلك وأيضا يخدم التاجر في استغلال مواسم التي تزدهر فيها الأسواق أو تزدهر فيها أنواع معينة من السلع فيتم عمل عروض ترويجية لها. بالنسبة للعروض الترويجية كل محل أو كل متجر له نوعية معينة من حيث توفير العروض للزبائن. في محلات عندها نوعية مثلا 7 أيام في الأسبوع، كل 7 أيام تغير اللي هو المنشورات الإعلانية. في محل عن 7 أيام في كل 7 أيام تغير، كل 10 أيام تغير المنتجات. كل متجر له نوعية معينة حسب المنتجر اللي يختارها، ما نركز على مورد شخص واحد أو موردين. مثلا أحسن نوع طحين من حيث السعر والجودة، الرز، الزيت. إذا تروح منتجات الاستعمال الاستهلاكية الثانية في التنظيف، مسحوق غسيل ملابس، مسحوق غسيل شو اسمه الصحون، إذا المواد المثلجة، أي نوعية دجاج حسب نوعية الدجاج، الكمية، السعر. تحديد القائمة واختيار المستهلك للمنتجات قبل الذهاب للتسوق يشكل مرحلة أساسية في عملية الشراء. تبدأ بفهم الاحتياجات المهمة بدءاً من الطعام والمشروبات إلى السلع الشخصية والمنتجات المنزلية، ثم تحديد قائمة التسوق بناءً على الاحتياجات السابقة والتركيز على الأولويات حسب ميزانيته. وتنقسم هذه القائمة بعد كتابتها إلى فئات يرتب بها المستهلك رحلته الشرائية، مثل فئة الخضروات واللحوم وفئة الأطعمة المجمدة وفئة العناية الشخصية وغيرها، ويسهم هذا التقسيم في تنظيم عملية التسوق وتوفير الوقت. قائمة الشراء ممكن تكون مفصلة حسب أولويات واحتياجاتنا الضرورية والأساسية. ممكن نحط الأشياء الثانوية شوي تحت في القائمة وما نعطيها أولوية كثير، أو نخصص لها ميزانية محددة أنه ما أتعدى هذا المبلغ في الأمور الغير أساسية، ولكن الأمور الأساسية لازم تكون في أعلى القائمة. خطوة إضافية ممكن تسويها الأسرة أنه تفصل مبلغ المشتريات من حساب الجاري، يعني نخصص بطاقة منفصلة أو حتى نظام الأظرف، بكذا أنه ممكن الأسرة كلها تشترك مع بعض، خصوصاً لما يكون مبلغ نقدي في على هيئة أظرف، وممكن أنه تتبع كل أسبوع إيش صرفنا، كم باقي من المبلغ. نحن في تطبيق تمدن خلينا الواجهة جداً سهلة للمستهلك، فمثلاً كذلك حطينا الإعلانات للمتاجر يقدر يبحث فيها المستهلك. والسؤال اللي سألتيني إياه هو ينشق 3 أقسام. فالقسم الأول نتكلم عنه نحن خليناه بشكل بسيط اللي هو للفئات. فالفئات مثلاً حالياً كأخت تريد الطلبي مثلاً عندش اللحوم، الأجبان، الألبان، فيقدر المستهلك يختار من هذه الفئات وإلى آخره. وكذلك نحن عندنا عملية بحث جدا متقدمة في تمدن، أنت تكتب اسم السلعة اللي تحتاج لها ويطلع لك لستة المتاجر كامل في لمحة عين، تختار الأنسب لك ولجيبك. وكذلك كيف نخلي الكاستمر يرجع لنا، أو الزبون خلينا نقول كيف يرجع لنا نحن في تطبيق، فعندنا هي نحن اسمها نقاط الولاء. فنقاط الولاء لما ياخذ يشتري الكاستمر أو المستهلك ترجع له بنقاط ولاء، فعندنا الزبون بيوفر على نفسه أكثر من ساعة، وكذلك عندنا نقاط الولاء، وكذلك فيه هي عروض التوفير اللي يقدر فيها الزبون يوفر على نفسه مبالغ جدا كبيرة، وكذلك إنه آخر شيء يكون هو مرتاح وجيبه. كل متجر له نوعية معينة كيف التواصل مع الزبون اللي هو يسموه صوت الزبون. في محلات أو في متاجر وصلت معها المرحلة المتقدمة إنه خلت الزبون هي تقيم المحل عن طريق تطبيق معين، يوصل الزبون، الزبون هو اللي يقيم المحل عن طريق مثلا المنتجات المتوفرة، الجودة، الأسعار، الخدمة في المحل، الخدمة مثلا الكاشير إلى في المسمكة، في الملحمة، كيف الزبون لما وصل في المحل هل حصل الخدمة اللي هو يريدها بالطريقة اللي هو يسمه أو لا.
وبحسب دراسة، 60% من المستهلكين في الولايات المتحدة وآسيا يميلوا إلى استمرار استخدام قنوات الشراء الجديدة اللي اكتشفوها خلال فترة كوفيد-19، مثل خدمة توصيل الاحتياجات من البقالة للمنزل. وطبعاً كثير أركز على أنه الواحد لازم يستفيد من التنزيلات، من العروض الترويجية، وأيضاً كوبونات الخصم، وممكن أنه يستفيد من سعر الجملة، خصوصاً في الأمور اللي تقدر أنه تتخزن لمدة طويلة. لكن هذا بعد ما يمنعنا أنه نروح مع المنتج المحلي. المنتج المحلي لما نشتريه يساهم في اقتصاد الدولة، ومن ثم يساهم بشكل مباشر في المجتمع. لحماية المستهلك أدوار توعوية مختلفة تقوم بها من خلال جميع أفرع إداراتها المنتشرة في محافظات السلطنة بشكل عام. تعتمد هذه الحملات على التعريف بالأسواق والتعريف بالتجارة وكيفية التجارة الإلكترونية والتجارة الافتراضية، وأيضا نشر القوانين ونشر الاستحقاقات التي سواء كانت تهم المستهلك أو تهم التاجر والمزود. فلذلك عندما ظهر مفهوم التجارة الإلكترونية وما شابها قامت الهيئة بجهود جبارة في هذا الجانب من أجل التعريف بهذه النوع من التجارة، وأيضا هي تتيح للمستهلك سهولة التعامل فيما وراء الحدود وما وراء القيود وما وراء البحار، والتنوع في مصادر الدخل والتنوع في السلع المعروضة، مما أيضا يثري حقيقة السوق بشكل عام. دون شك المؤسسات الصغيرة المتوسطة هي ليست على يعني معزل من سياسة الإغراق. فعلى سبيل المثال عندما تقوم الشركات الكبرى بممارسة منافسة غير عادلة لإزاحة الصناعات عامة، يعني قد يكون للصناعات الكبيرة القدرة على مواجهة تلك المنافسة، ولكن المؤسسات الصغيرة المتوسطة ليست لديها القدرة الكافية باعتبارها حديثة في السوق أو أي قطاع كان هي يعني تأمل أو تسعى إلى الوصول لحصة سوقية مناسبة، فتواجه تلك المنافسة الشرسة دون شك أن بيؤدي إلى أضرار وآثار سلبية على المؤسسات الصغيرة المتوسطة في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلك الممارسات. الإجراءات هي طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من ضمن هيكلها التنظيمي تم إنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهذا المركز هو يعنى بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، إضافة إلى تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر في 2014. فالإجراءات عديدة وسلسلة طويلة في مسألة منع تلك الممارسات، وعلى سبيل المثال إذا يعني نشير إلى موضوع سياسة الإغراق، تتمثل العقوبة في أو الإجراء في فرض رسوم إضافية على الواردات الأجنبية تصل إلى نسبة تغطي هامش الإغراق أو هامش المنافسة وأيضا هامش الضرر. أيضا توجد إجراءات أخرى ويقوم عليها مختصين بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهي تتعلق بمنع الاحتكار وأيضا إيجاد المنافسة العادلة في السوق المحلي، إضافة إلى وبشكل عام يعني مكافحة الهيمنة في السوق، وهي أيضا تتمثل في مخالفات سواء عقوبات بإغلاق أو عقوبات حتى تصل الحبس في بعض الأحيان. فهذه الإجراءات عامة وهي سلسلة طويلة وإجراءات يعني تتبع فنية، وإجراء أيضا تحقق من جميع الشكاوي، وكل هذه الإجراءات لم يتم اتخاذها في حال عدم تلقي شكوى تتكون من جميع العناصر التي أشارت إليها اللائحة التنظيمية لتلك الإجراءات. وبحسب تقرير منشور،
المرأة مسؤولة عن 85% من قرارات الشراء في الأسرة، لذلك تحتاج النساء إلى ذاكرة مدهشة عشان تتمكن من تذكر مكان شراء الأشياء، وين المكان الأرخص، وين المكان الأكثر ملائمة، والتفاصيل اللي يجب تتذكرها عند التسوق أو التجميع. بإحدى الدراسات، صمم الباحثون غرفة بها حوالي 100 عنصر مختلف يومياً في العرض، مكدسة على الأرض وعلى الطاولة وفي الزاوية. بعدها أحضر الباحثون الرجال إلى الغرفة وطلب منهم الانتظار في الداخل. وبعد 20 دقيقة، أخذ الباحثون الرجال إلى غرفة أخرى وتم إعطائهم ورقة وقلم وطلب منهم تدوين الأشياء الموجودة في الغرفة السابقة، فوجدوا أن الرجال يمكن أنهم يتذكروا ما معدله 7 عناصر. ثم طلب الباحثون من مجموعة من النساء المشاركة في نفس التجربة، فتذكرت النساء حوالي 20 عنصر، وهو ما يقارب من 3 أضعاف عدد العناصر اللي يمكن للرجال تذكرها. طبعاً لما الأسرة تروح تتسوق ممكن إنها تقارن بين الأسعار، ممكن تشوف وين مصدر المنتج، هذا ممكن يساهم في إنه نعرف أي واحد منهم أرخص. طبعاً إحنا نستثمر في الجودة، فما دائماً نروح مع أرخصهم سعراً علشان ما إنه نستخدم أكثر منه. فالمنتج المحلي لما نشتريه يساهم في اقتصاد الدولة بشكل مباشر، وأيضاً في اقتصاد المجتمع ككل والقيمة المحلية المضافة. كعائلة دائماً أنصح أن نجلس ونخطط مع بعض، ونجلس كل 3 شهور تقريباً نحسن ونطور إيش هي الآليات اللي اتبعناها، يمكن في آليات أفضل، إيش هي المحلات اللي نشتري منها، يمكن في أماكن أرخص أو بدائل أرخص. فيفضل دائماً التحليل وتحسين من آلية شرائنا.